انت في نهار صمت انتخابي، ما عندكش الحق تعمل الحملة، ما عندكش الحق تحكي مع المترشحين ومع الناخبين. فبالتالي انت اليوم كمواطن ماشي ينتخب، عادة باش يعرضوك عباد يمدوا لك قصاصات، خصوصا الرجال الكبار، هذه عملية ممنوعة. انت كملاحظ متجول مطالب انك ترصد. توا نجم يصير العكس، انهم الاطراف هذه المحسوبه على مترشح يستناو العباد وهما خارجين، يقول قائل علاش نستنى فيه؟ الصوت نتاعو ادليه. ربما قد يكون شراء اصوات، قد تكون ورقه دواره. شراء اصوات معناها نجم يقول له شوف انت كنت تنتخبنا وتصورها تورينا تصويره تاخذ فلوس، دونك وقتها لازم نرصدوها، او تكون ورقه دواره، دونك يعطيه ورقه فارغه وهو كان قبل ما يدخل خذا ورقه ديجا معبيه. دونك ديكو اي نوع من الانتظار للناخبين خارج من مركز الاقتراع يخلينا نشكو، فبالتالي كذلك لازمنا نرصدوه. هل هناك وسائل نقل جماعي قاعده تهز وتجيب في الناخبين؟ كيف قد تكون هذه عمليه تاثير على الناخبين او عمليه انتيميداسيون؟ بعباره اخرى انت تخدم في معمل، مولا المعمل مترشح قاعد يهز فيكم ويجيب بالترونسبور نتاع المعمل، نوعا ما هو قاعد يضغط عليك باش تنتخبه ولا تنتخب. شكون يقول لك انتخب؟ اذا لاحظنا نوع من النقل الجماعي للمترشحين كيف هذه عمليه مطالبين برصدها. كي نحكيو على الصمت الانتخابي نحكيو على صمت تام، معناها لا تتكلم لا تلبس زي لا حد شيء. فبالتالي اذا لاحظنا انه هناك ازياء تلبس يومها اللي عندها لون حزبي او تدعو الى انتخاب طرف على حساب طرف، كيف ماذا بينا نبلغ عليها؟ خاطر كي نحكيو على الصمت والحياد نهارتها تام في اللباس في الهندام في كل حاجه. العنف الانتخابي، اذا لاحظنا عنف انتخابي ربما هوني نحكيو على واحد من اخطر التمظهرات نتاع الانتخابات واكبر التجاوزات. اذا مش نحكيو على عنف انتخابي ربما ما عادش نحكيو على جريمه انتخابيه، ولينا نحكيو على جريمه كامله. باش نحكيو على جريمه كامله لازمنا نعرفوا شكون الضحيه، ولكن شكون مارس العنف، على شكون مارس العنف، وقتاش مارس العنف. دونك نحاولوا ناخذوا المعطيات كامله خاطر نحكيو على جريمه اخرى ماهيش فقط جريمه انتخابيه. فما ناس يجي ما يحاولش ياثر على الناخبين بشكل مباشر، اما ياخذ باف الكبير ويقعد في بلاصه بعيده ويبدا يقول لهم انتخبوا فلان انتخبوا فلتان. هو بعيد على المركز فيزيكمون ولكن عنده ايفي صوتي يوصل للمركز هذاك. علاش ذي ما بين التكنيك اللي كانت دارجه برشا في دول كيما مصر والسودان، ما نتصورش تصير في تونس، ولكن خلينا نكونوا ديما يقظين باش نعرفوا اسكو العمليه هذه صارت ولا ما صارتش. اذا سمعتوا صوت ولو بعيد يحاول ياثر على الناخبين، هذه زادة حاجه يلزمنا نرصدوها. الاطفال يا جماعه ما يحشموش، عندنا ناس ما يحشموش ويخدموا في الاطفال ديما. حاجه نحبوا نتصداو لها، حاجه ماذا بينا تعاونونا باش نتصداو لها، هي استغلال الاطفال. اذا ريتوا الاطفال في اي حمله اعلمونا خاطر يلزمنا نوقف الظاهرة هذه عند حد. كي نحكيو على الملاحظ المتجول عادة المهمة نتاعك حساسة شوية. علاش؟ خاطر كل واحدة من النقاط اللي كنت نحكي عليهم هي تمثل في حد ذاتها حادث حرج، معناها أنت اليوم قاعد تلوج على حاجات إذا وقعوا نحن إزاء حادث حرج. فبالتالي ماذا بيك؟ أول ما يصيروا تكلم مباشرة غرفة العمليات، إي بيان سور حتى بعد ما تكمل التليفون نتاعك مع غرفة العمليات يلزمك ترجع وتعمر استمارة الحادث الحرج. كل حادث حرج عنده الاستمارة نتاعو، وسيرتو ديما نذكروك الدقة ولا غير الدقة. يقول قايل انا علاش نكتب في الاستمارة هذيا؟ مهم برشا خاطر يلزمنا نوثقوها، خاطر ربما يوما ما الاستمارة هذيك تتحول الى قرينة للقاضي باش يحكم مع او ضد شخص معين. هكا نكونوا كملنا كذلك استمارة، ما كملناش سيد ما قلتلكش. بعد ما تكمل يوم الاقتراع يلزمك تدخل الى اقرب مركز اقتراع وتلاحظ عملية العد والفرز.